بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، حديثنا في هذه المحاضرة عن المتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين. الغرض من دراسة هذا الموضوع هو معرفة ما يجب فيه الإضغام وما يجب فيه الإظهار. سبق دراسة أحكام النون الساكنة والتنوين، وفهمنا أن حكم النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أحد حروف يرملون تضغم النون الساكنة أو التنوين في أحد حروف يرملون، لكن لم نتعلم في ذلك الوقت ما هو سبب الإضغام. سبب الإضغام إما أن يكون التماثل. ماذا يعني التماثل؟ أن يأتي الحرف ثم يتبعه عين الحرف، زي مثلا من نعمة، النون مع النون تضغم بسبب التماثل. وقد يكون الإضغام بسبب التقارب، زي إيش؟ مثل قوله تعالى وقل رب زدني علما، تضغم اللام في الراء. سبب إضغام اللام في الراء التقارب بين الحرفين مخرجا وصفة. وقد يكون سبب الإضغام التجانس. ماذا يعني التجانس؟ التجانس هو اتحاد الحرفين مخرجا واختلافهما في الصفات، مثل فآمن الطائفة، تضغم التاء في الطاء. ليش؟ بسبب التجانس، في تجانس بين التاء والطاء، بمعنى أن المخرج واحد لكن في اختلاف في الصفات. يبقى الهدف من الإضغام يا إما التماثل يا إما التقارب يا إما التجانس. طيب، مدام هناك أسباب ثلاثة للإضغام، لماذا ندرس المتباعدين؟ لتمام الموضوع وحتى نعلم أن سبب الإظهار البعد بين المخرجين. طبعا سبق دراسة إظهار النون الساكنة والتنوين، تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا جاء بعدها أحد حروف الحلق الستة. ليش؟ بسبب البعد بين المخرجين، بين مخرج النون الساكنة، النون الساكنة تخرج من طرف اللسان وحروف الحلق تخرج من الحلق، وهناك بعد. إذن الخلاصة، دراستنا للمتماثلين والمتقاربين والمتجانسين والمتباعدين الغرض منها معرفة ما يجب فيه الإضغام وما يجب فيه الإظهار. إذا التقى حرفان من حروف الهجاء خطا، أي في خط المصحف، ولفظا أي في النطق، وذلك بأن لا يفصل بينهما فاصل، أعني العلاقة بين الحرفين المتتاليين اللي جنب بعض، سواء كان ذلك في نفس الكلمة أو بين الكلمتين، العلاقة بين الحرفين المتتاليين واحد من أربعة: يتماثل، يتقارب، يتجانس، يتباعد. نعم، وكما قلت الغرض من دراسة هذا الموضوع معرفة ما يجب فيه الإضغام وما يجب فيه الإظهار. حديثنا في هذه المحاضرة فقط عن المتماثلين. ماذا نعني بالحرفين المتماثلين؟ الحرفان المتماثلان هما الحرفان المتتاليان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واتفقا اسما ورسما. مثل ايش؟ مثل قوله تعالى اذهب بكتابي. شو علاقة الباء مع الباء التي تلتها؟ تماثل. ومثل قوله تعالى اينما تكونوا يدرك كم الموت، الكاف جاء بعدها كاف في نفس الكلمة.
ومثل قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك. الرحيم الميم المكسورة اللي في كلمة الرحيم تبعتها ميم مفتوحة في مالك، يبقى العلاقة بين الميم والميم اللي تتبع يعني جاءت بعدها، وكذلك الكاف مع الكاف اللي بعدها، وكذلك الباء مع الباء اللي بعدها، العلاقة تماثل. طبعا بالنسبة للمتماثلين بينقسم إلى ثلاثة أقسام: صغير وكبير ومطلق. يعني متماثلان صغير، متماثلان كبير، متماثلان مطلق. ماذا نعني؟ طبعا هذه مصطلحات. ماذا نعني بالصغير والكبير والمطلق؟ بلخص ذلك ثم نعيد التوضيح. إذا كان الحرف الأول ساكن والثاني متحرك يبقى إيش نوعه؟ صغير. طيب إذا كان الحرف الأول متحرك والثاني متحرك يبقى كبير. ثالثا إذا كان الحرف الأول متحركا والثاني ساكن يبقى مطلق. المطلق عكس الصغير. يبقى كمان مرة، إذا كان الحرف الأول ساكن ثم متحرك صغير، متحرك متحرك كبير، متحرك ساكن مطلق. طيب المتماثلان الصغير هما الحرفان المتتاليان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واتفقا اسما ورسما، وكان الأول إيه؟ ساكنا والثاني متحركا، نحو يعني مثل قوله تعالى اذهب بكتابي هذا. الباء ساكنة تبعتها باء مكسورة متحركة. المثال الثاني قال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. الكاف ساكنة تبعتها كاف متحركة. طيب هذا النوع الأولاني الصغير، ما وجه التسمية بالصغير؟ سبب التسمية بالصغير: سمي صغيرا لأنه لا يحتاج عند إضغامه إلا خطوة واحدة، وهي إضغام الحرف الأول في الحرف الثاني. الحرف الأول ساكن جاهز للإضغام، ساكن، ها، فما على القارئ إلا أن يدخل الحرف الأول في الثاني. يبقى صغير لأن الذي يريد أن يضغم يقوم بخطوة واحدة، الحرف الأول ساكن جاهز، يقوم بإدخال الحرف الأول في الحرف الثاني. طبعا الإضغام تعلمنا، الإضغام كمصطلح يعني أن يدخل الحرف الأول في الثاني بحيث يصبحان حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني. طبعا هنا عندنا تماثل، الحرف تبعه عين الحرف، لكن ممكن يكون اختلاف بين الحرفين، ها، زي إضغام التاء في الطاء، ها، زي إضغام اللام في الراء في المتقاربين. طيب يبقى سمي صغيرا لأن القارئ ما عليه إلا أن يقوم بخطوة واحدة وهي إدخال الحرف الأول في الثاني. إيش حكم المتماثلين الصغير؟ حكمه وجوب الإضغام إلا في حالة واحدة. إذن حكمه وجوب الإضغام إلا في حالة واحدة. طيب نجيب أمثلة على يعني وجوب الإضغام، زي مثلا من نعمة، أضغمت النون في النون بسبب إيش؟ بسبب التماثل. كم من، أضغمت الميم في الميم بسبب التماثل. فما ربحت تجارتهم، التاء مع التاء تماثل. بل لا يؤمنون، بل لا يؤمنون. اللام مع اللام أضغمت بسبب التماثل، وهكذا. المتماثلين الصغير كثير. يبقى حكم المتماثلين الصغير وجوب الإضغام إلا في حالة واحدة.
ما هي هذه الحالة؟ إذا كان الساكن الأول هاء السكت. إذا كان الساكن الأول هاء السكت، وهذا موجود في موضع واحد، وهو قوله تعالى: ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. طيب، هاي في عندي هاء ساكنة تبعتها هاء متحركة. ها هنا في حال الوصل يوجد كم وجه؟ وجهان. وتعلمنا أنه كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقف عند رؤوس الآية، يبقى في حالة اللي هي الوقف على الهاء، هاء السكت باعتبارها رأس آية، يعني هذا وجه ثابت عن الرسول. لكن في حال الوصل في كم وجه عندي؟ عندي وجهان، عندي وجهان. الوجه الأول الإضغام، إضغام الهاء الساكنة في الهاء المتحركة حسب القاعدة العامة في المتماثلين الصغير. يبقى الإضغام هان جائز مش واجب، جائز وليس واجبا، تمام. وبرضه في وجه آخر وهو الإظهار مع السكت، الإظهار مع السكت على الهاء الأولى، يعني في سكتة لطيفة من غير تنفس. طبعا مر عليك مصطلح السكت، مصطلح السكت يعني في عندنا في القرآن الكريم سكتات واجبة، وفي عندنا سكتتان جائزتان، هذه واحدة منهما. من السكتات الواجبة: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وقيل من راق. السكت معناه قطع الصوت عن آخر الكلمة زمنا يسيرا مقداره حركتان لا يتنفس خلاله القارئ. طبعا إيش وجه السكت؟ يعني كلا بل رانا، هنا لو وصل القارئ من غير سكت لأضغمت اللام في الراء، ولو أضغمت اللام في الراء تصير بران مثنى بر اللي ضد البحر، وهذا غير مقصود على الإطلاق. فحتى لا يتوهم السامع إنه الكلمة بران مثنى بر اللي ضد البحر كان في سكتة واجبة على اللام، كلا بل ران. وكذلك وقيل من راق، لو وصلنا من غير سكت لأضغمت النون في الراء، ها، ولو أضغمت النون في الراء من راق لصارت صيغة مبالغة من البروق بمعنى الهروب، وهذا المعنى غير مراد. طيب نرجع للموضع اللي معانا، هنا في سكتة لطيفة على الهاء مع الوصل، يعني خليني أقول الإظهار مع إيش؟ مع السكت، لأنه الإظهار لا يتحقق إلا بالسكت. كيف؟ ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه. خذي بالك عند السكت بيكون في قطع للصوت من غير تنفس، لأنه لو حدث تنفس بصير وقف، لو حدث تنفس بصير يصبح وقفا، وهنا سكت. يبقى كم وجه عندي هنا؟ في وجهان: حالة الوصل اللي هو جواز الإضغام، الإضغام جائز مش واجب، والإظهار مع السكت، الإظهار مع السكت. السكت هنا هو يثبت فقط حال الوصل، حال الوصل، كما أنه يجوز الإضغام حال الوصل. فالسكت الإظهار مع السكت حال الوصل جائز، وبرضو الإضغام في حال الوصل جائز. فبقدرش أقول إنه السكتة هنا واجبة، لأنه في وجه آخر جائز. فالإضغام جائز والإظهار مع السكت جائز، يبقى في عندي وجهان حال الوصل. لكن في
وجه آخر اللي هو إيش؟ الوقف على الهاء الأولى، الوقف على الهاء الأولى، وهذا حسن. والوقف على رؤوس الآي سنة متبعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رؤوس الآي. طيب، يبقى في عندي ثلاث وجوه، كله على بعضه ثلاث وجوه بالنسبة لهاء السكت اللي هنا، وجهان حال الوصل ويجوز الوقف عليها، يبقى كله على بعضه ثلاث وجوه. تنبيه: إذا كان الحرف الأول واو مادية أو ياء مادية ثم تبعتها ياء متحركة أو واو متحركة، أعني إذا كان الساكن الأول واو مادية وبعدها واو متحركة، أو الساكن الأول ياء مادية وبعدها ياء متحركة، فهل هذا يدخل ضمن المتماثلين؟ لا. طبعا حسب الرأي اللي احنا اخترناه، يعني احنا بنقول حروف المد الثلاثة من وين بتخرج؟ من الجوف، حسب الرأي الشائع والمتبع عند أغلب القراء. يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي ومكي ابن أبي طالب وشيخ القراء ابن الجزري بيقولوا المخارج العامة خمسة، أولها الجوف، والجوف مخرج مقدر لحروف المد الثلاثة. تمام؟ طيب، الواو المتحركة من وين بتخرج؟ من بين الشفتين حال الضم، الواو المتحركة بتخرج من بين الشفتين، الواو المادية بتخرج من الجوف. يبقى هل يوجد تماثل بين الواو المادية والواو المتحركة؟ لا، ما فيش تماثل. وكذلك الياء المادية بتخرج من الجوف، لكن الياء المتحركة بتخرج من وسط اللسان، ياء من وسط اللسان. في تماثل بين الياء المادية والياء المتحركة؟ لا، ما فيش تماثل. يبقى ما فيش تماثل بينهم، لكن عند بعض القراء زي الشاطبي وسيبويه والفراء وقطرب وابن كيسان لا يعترفون بالجوف، لا يعترفون بالجوف. طيب، حروف المد الثلاثة وين ودوها؟ الواو المادية لحقوها للواو المتحركة، والياء المادية لحقوها للياء المتحركة. يبقى حسب الشاطبي وسيبويه والفراء وقطرب وابن كيسان في تماثل بين الواو المتحرك، بين الواو المادية والمتحركة، وبين الياء المادية والمتحركة. لكن حتى يبقى عند الرأي الأول فيش تماثل بينهم، يبقى ما فيش إضغام. لكن الرأي الثاني بيقول في تماثل بينهم، لكن الحكم إيش؟ الحكم إيش؟ وجوب الإظهار. تمام؟ يبقى الواو المادية والمتحركة العلاقة بينهم فيش تماثل حسب الرأي الأول الشائع والمختار، لكن عند علماء آخرين في بينهم تماثل. طب ماشي، إيش الحكم؟ وجوب الإظهار. طيب، يبقى مثلا: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. لاحظي الواو في اصبروا مادية، أجا بعدها واو متحركة. لا تنظري للألف هذه لأنها تثبت رسما لا لفظا، يعني كأنها مش موجودة. فشو أجا بعد الواو المادية؟ واو متحركة. هل في إضغام؟ لا، ما فيش إضغام. اصبروا وصابروا، فالواو الأولى بنمدها بمقدار حركتين مد طبيعي، تمام؟ فيش إضغام. ها، ورابطوا واتقوا الله، ورابطوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، فيش إضغام. تمام؟ والمثال على الياء المادية اللي بعدها ياء متحركة: الذي يوسوس، الذي يوسوس. الياء المادية الأولى لا تضغم في الياء المتحركة، فهي تظهر وبعدين بنمدها بمقدار حركتين لأنه فيها مد طبيعي. كمان مرة: رأى ابن الجزري وآخرون مثل مكي ابن أبي طالب و
والخليل بن أحمد الفراهيدي بيقولوا ليسا متماثلين، تمام، لأن مخرج حرف المد اللي هو الواو أو الياء ليس من مخرج حرف الواو المتحركة أو الياء المتحركة، فحكمه الإظهار. طيب الفريق الثاني اللي بيقول بينهم تماثل، بيقول الشاطبي وآخرون بيقول إنهما من المتماثلين الصغير، لأن المخارج العامة عنده أربعة لغاء الجوف طبعا وليست خمسة، ومخرج حرف المد اللي هو الواو يخرج من نفس مخرج حرف الواو المتحرك، وكذلك الياء المتحركة والياء المدية. طيب بيعتبر بينهم تماثل، لكن إيش الحكم؟ ولكن حكم المتماثلين في هذه الحالة الإظهار وليس الإدغام على سبيل الاستثناء، يعني الحكم الإظهار، كلهم متفقين. نعم، الحكم واحد عند كل القراء. تنبيه رقم اثنين، إذا كانت الواو الأولى لينية لينة، الواو اللينة يعني ساكنة مسبوقة بفتحة، الواو اللينة هي الساكنة المسبوقة بفتحة، مثل ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. إذا كانت الواو الأولى لينة والثانية متحركة، هل تضغم اللينة في المتحركة؟ نعم، إذا كانت الواو الأولى لينة والثانية متحركة تضغم اللينة في المتحركة. لاحظي، ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآمنوا، أضغمت فيها. ثم اتقوا وأحسنوا ثم اتقوا وأحسنوا، يبقى إذا كانت الواو الأولى لينية حرف لين يعني ساكنة مسبوقة بفتحة وبعدها واو متحركة تضغم الأولى اللينية في المتحركة، إذا الحكم وجوب الإضغام على أنه متماثلين صغير، لأن حرف اللين لا يمد إلا إذا وليه ساكن، فهو بمثابة الساكن الصحيح. طيب تنبيه رقم ثلاثة، إذا كان المتماثلان الصغير مصحوبا بغنة يسمى إضغام متماثلين صغير بغنة، زي إيش؟ لاحظي، مثل قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، لن نؤمن، تضغم النون في النون بسبب التماثل، لكن الإضغام هنا بغنة، إضغام بإيش؟ بغنة. لاحظي النون الأولى، طبعا الغنة صفة ملازمة للنون والميم، الغنة صفة ملازمة للنون والميم، فلما تضغم النون في النون بتصير نون مشددة، والغنة في النون المشددة تكون مرتبتها عالية، أعلى مراتب الغنة إذا جاءت النون مشددة وإذا جاءت الميم مشددة، يعني إضغام بغنة. طبعا الإضغام بغنة بنسميه إضغام ناقص، وعرفت إيش الفرق بين الناقص والكامل؟ الكامل إذا غاب الحرف الأول بجميع صفاته، يعني غاب ذاتا وصفة في الحرف الثاني، يبقى الإضغام إيش اسمه؟ كامل. طيب إذا دخل الحرف الأول في الثاني ولم يغب كله كله، بقيت صفة من صفاته ظاهرة مثل الغنة هنا، يبقى الإضغام ماله؟ الإضغام ناقص. طيب مثال آخر، وما بكم من نعمة فمن الله. لاحظي في إضغام بغنة في موضعين في هذه الآية، الموضع الأولاني
وما بكم من نعمة. الميم مع الميم إضغام متماثلين صغير بغنة. من نعمة برضو إضغام متماثلين صغير بغنة. تعلمنا أن الغنة صفة ملازمة لحرفين اثنين، إيش هم؟ النون والميم، صحيح. مثال آخر، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كنتم مؤمنين، الميم مع الميم إضغام متماثلين صغير بغنة. فرغنا من الحديث عن المتماثلين الصغير، الآن حديثي عن المتماثلين الكبير. وهما، إيش تعريف المتماثلين الكبير؟ هما الحرفان المتتاليان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واتفقا اسما ورسما وكانا متحركين. يعني الحرف الأولاني متحرك والثاني متحرك، مثل قوله تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إيش علاقة الميم مع الميم؟ الرحيم مالك، الميم الأولى مكسورة متحركة مكسورة، والميم الثانية متحركة مفتوحة. يبقى هذا بنسميه متماثلان كبير، متماثلان كبير. مثال آخر، قال تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. كيف فعل؟ كيف فعل؟ الفاء الأولى مفتوحة متحركة مفتوحة، والثانية برضو متحركة مفتوحة. كيف فعل؟ ها، أمثلة كثيرة. شهر رمضان، شهر رمضان، الراء في شهر تبعها رمضان، الراء في رمضان، وهكذا. طيب، وجه التسمية، لماذا سمي كبيرا؟ سمي كبيرا لأنه يحتاج عند إضغامه إلى خطوتين، عند إضغامه يحتاج إلى إيش؟ خطوتين. الخطوة الأولى الحرف الأولاني المتحرك بدنا نسكنه، مش ممكن ندخله في الحرف الثاني وهو يتحرك، بدنا نسكنه نكتفه، وبعد ما نسكنه الخطوة الثانية بدنا ندخله في الحرف الثاني. يبقى إيش الفرق بين الصغير والكبير؟ في الصغير الحرف الأولاني ساكن جاهز، لكن في الكبير الحرف الأولاني متحرك، بدنا نسكنه هذه الخطوة الأولى وبعدين بدنا ندخله في الحرف الثاني. طيب، إيش حكم المتماثلين الكبير؟ إحنا قلنا حكم المتماثلين الصغير إيش؟ وجوب الإضغام إلا في حالة واحدة، إذا كان الساكن الأول هاء سك وهو موضع وحيد في القرآن الكريم، تمام؟ لكن الآن المتماثلين الكبير إيش حكمه؟ الإظهار عند حفص إلا في مواضع يسيرة، أو إلا في موضعين اثنين، إلا في موضعين اثنين. الموضع الأولاني لفظ تأمنا اللي موجود في قوله تعالى قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف، فقد رسمت في المصحف بنون واحدة مشددة مضغمة، مع أن أصلها بنونين، تأمننا أصلها إيش؟ تأمننا. طيب، يبقى أصلها إيش؟ تأمننا، يعني نون متحركة بعدها نون متحركة، يعني متماثلان كبير. طيب، هنا تأمننا فيها وجهان. الوجه الأول الإضغام مع الإشمام، وكيفية الإشمام طبعا يرى بالعين لكن
بسمعوش، لأن الإشمام عبارة عن حركة شفتين، عبارة عن ضم الشفتين. وكيفية الإشمام ضم الشفتين عند النطق بالنون الأولى إشارة إلى أنها مضمومة قبل الإضغام، وضم الشفتين إنما يكون في الحركة الأولى من الغنة في النون المشددة، ولا يضبط إلا بالمشافهة، يعني بنسمعوش بنشوفه. كيف الإضغام مع الإشمام؟ ما لك لا تأمن على يوسف. الإشمام عبارة عن إيش؟ ضم شفتين. ممكن واحد يسأل شو هالفلسفة يعني ضم الشفتين؟ بنقول له لا مش فلسفة، القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة. وهكذا ورد، القراء نقلوا عن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وهكذا وصلت إلنا. يعني القارئ حينما يضم شفتيه هو يشعر المستمع أنه أصل الكلمة تأمنونا، فضم الشفتين إشارة إلى الحرف المضغم المضموم، ضم الشفتين إشارة إلى الحرف المضغم المضموم، هي تأمنونا. فالوجه الأول الإضغام مع الإشمام، تأمنا على يوسف، تأمنا على يوسف، ضم الشفتين. يبقى الإضغام مع الإشمام، الإشمام إيش هو؟ ضم الشفتين، وضم الشفتين هذا للإشارة إلى الحرف الأول المضموم المضغم. فضمة الشفتين هذه بتشير إنه في حرف مضموم أضغم في النون التالية. الوجه الثاني الإظهار مع الروم وكيفيته، النطق بنونين، الأولى مضمومة، إحنا بنتكلم عن تأمننا، الأولى مضمومة ويؤتى فيها بثلثي الضمة أي بالروم، والثانية مفتوحة ولا يضبط إلا بالمشافهة. كيف؟ تأمننا، تأمننا، هي تأمننا، تأمننا، ها. لكن النون الأولى نأتي بإيش؟ يعني بثلثي الضمة، بثلثي الضمة. طبعا هذا لا يتقنه إلا خواص القراء ومهارة القراء. يبقى في عندي بالنسبة للمتماثلين الكبير قلت وجوب الإظهار إلا إيش؟ إلا في موضعين، أعني في كلمتين، الأولى تأمننا وبينا أنه فيها وجهان، الإضغام مع الإشمام والإظهار مع الروم. طب إيش الكلمة الثانية؟ الكلمة الثانية وردت في سورة الكهف، قال ما مكني فيه ربي خير. لاحظي مكني، طبعا رسمت في المصحف بنون واحدة مشددة مضغمة، مع أن أصلها أصلها إيش؟ مكنني، مكنني، فالنونان متحركتان، فهو كبير باعتبار الأصل، فهو كبير باعتبار الأصل. ومع ذلك يعني أضغمت النون الأولى في الثانية، قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير، قال ما مكنني فيه ربي خير. تمام. باختصار حكم المتماثلين الكبير وجوب الإظهار إلا في موضعين أو في كلمتين، كلمة تأمنا اللي وردت في سورة يوسف، وكلمة مكنني اللي وردت في سورة الكهف. فائدة الإشمام في تأمنا يكون مقارنا للنطق بالحرف الساكن، أما الإشمام في غيرها فيكون بعيد تسكين الحرف، نحو الإتيان بالإشمام في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. والروم في تأمنا المراد به هنا
الإتيان بثلثي الحركة عند النطق بالنون الأولى، أما الروم في غيرها فهو الإتيان بثلث الحركة. طبعا هذه المعلومة ما بتعنيناش كثير. نأتي للمتماثلين المطلق. المتماثلان المطلق هما الحرفان المتتاليان اللذان اتحدا مخرجا وصفة واتفقا اسما ورسما، وكان الأول متحركا والثاني ساكنا. يعني المطلق عكس الصغير، في الصغير ساكن متحرك، لكن في المطلق متحرك ساكن. زي إيش؟ مثل قوله تعالى ثم أرسلنا رسلنا تترى. تترى، لاحظ التاء الأولى متحركة والثانية ساكنة. ومثل قوله تعالى ثم شققنا الأرض شقا. شققنا الأرض شقا، متحرك ساكن. مثل ما ننسخ من آية، ننسخ ننسخ نون متحركة وبعدها نون ساكنة. وجه التسمية، ليش سميناه مطلق؟ لأنه أطلق عن التقييد بصغير أو كبير، لأنه أطلق عن التقييد بصغير أو كبير. إيش حكم المتماثلين المطلق؟ حكم الإظهار عند جميع القراء. يبقى كمان مرة، المتماثلان الصغير حكمه إيش؟ المتماثلان الصغير حكم وجوب الإضغام إلا في موضع واحد، إذا كان الساكن الأول هاء سكت ففيها وجهان حالة الوصل، ففيها وجهان حالة الوصل، اللي هو الوجه الأول الإضغام، والوجه الثاني إظهار مع السكت. النوع الثاني المتماثلان الكبير حكم وجوب الإظهار حسب رواية حفص إلا في موضعين. وأخذي بالك، لما بقول الكبير حكم الإظهار حسب رواية حفص، يبقى في روايات أخرى وفي قراءات أخرى بيضغموا الكبير، بيضغموا الكبير، لكن إحنا حسب رواية حفص حكم الإظهار إلا في موضعين، لكن المطلق حكم الإظهار عند جميع القراء. طيب الآن حنقرأ، افتحن على سورة، من سورة الطور. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة
وزوجناهم بحور عين، والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الآن أريد أن أستمع، يعني كل طالبة تقرأ 5 آيات فقط، تفضلي. البحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع. حسبك. لحظي، والطور، الراء إيش حكمها؟ مفخمة لأنها ساكنة بعد ضم، لكن لو وصلت والطور وكتاب الراء بتصير مكسورة. يبقى لو سئلتي عن حكم الراء في والطور قولي حال الوقف حكم التفخيم لأنها ساكن بعد ضم، لكن حال الوصل مكسورة فحكمها الترقيق. نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المحاضرة المقبلة سنتحدث عن المتقاربين. فرغنا من الحديث عن المتماثلين وأنواعه وحكم كل نوع، المحاضرة المقبلة حنتكلم عن المتقاربين وأنواعه وحكم كل نوع من أنواع المتقاربين. والسلام عليكم ورحمة الله.